لي أنا بالذات ما قادرة أشوفه أو ما قادرة أعبر عنه، لأنه كده تلاشى حاجة زي دي. أقدر أعبر عن المستقبل حاليا في الوضع الحالي، لكن لو كنت أنا إسلام زمان كان ممكن أوريك المستقبل، يعني شنو هكمل قرايتي، همشي كوريا، حلاقي أعضاء BTS. حاليا ما بقدر أقول لك كذا. دخلت جوجل كتبت BTS عرفت حتى يعني حياتهم والحاجات اللي مروا بها، ممكن أشبهها مع حياتي في حاجة بسيطة كده، لأنه برضه هو مر بصعوبات حتى بقوا مشاهير وكده. طبعاً كلهم فرقة كورية، فهو يعني كده بيضغطوا نفسهم عشان يقدر يتكلموا إنجليزي أو يتعلموا إنجليزي، فدي كانت حاجة بتجمعنا مع BTS. يعني السيتويشن بتاع الناس الريفيوجيز اللي قاعدين هنا صعب شديد، حاجة يعني ما ممكن الواحد يعبر عنها بالكلام، لا الواحد لازم يشوفها ويجربها ويعيشها. ف I don't know. حياتنا في الخرطوم كانت حلوة، حاسة إن أموري حتظبط، ما مشكلة ممكن ننتظر حبة ما نشتري.